كتير مننا بيسمع جمله دول في منهم كيمياء او حد يجي يقول لك انا بحبك من كل قلبي. طب هو الكلام ده صح ولا هما بيضحكوا علينا ولا ايه؟ انا سلمى صالح هتكلم عن مين اللي بيخلينا نحب، القلب ولا العقل؟ مجموعه من العلماء عملوا تجربه على دماغ ناس بيحبوا، حطوا لهم صور الاشخاص اللي بيحبوهم قدامهم وصوروا دماغهم بالرنين المغناطيسي، لقوا ان في نشاط في اماكن معينه في المخ اسمها البليجر سنترز او مراكز السعاده. المراكز دي مسؤوله عن افراز كوكتيل كده من الهرمونات، من اهم الهرمونات دي هرمون الدوبامين. على حسب ترتيب افراز الهرمونات دي هو ده اللي بيحدد هو ده الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي ولا كان وهم وعشت فيه. وعلى حسب ترتيب افراز الهرمونات دي برده قسمنا الحب لمراحل. خليكم معايا كده ثانيه، ركزوا معايا. ده علي، علي ده بيحب، هو دلوقتي في مرحله اسمها اللوست. المرحله دي هي مرحله الغريزه او الرغبه. الفكره ان كل حد مننا بيكون عنده صفات عن الشخص اللي هو عايز يرتبط بيه في عقله اللاوعي. لو الصفات دي تطابقت مع الصفات الموجوده في الشخص اللي قبله على ارض الواقع ساعتها بيتفرز هرمونين، التستوستيرون والاستروجين، اللي بيخليك تنجذب للشخص اللي قدامك وممكن فعلا تحب الشخص ده بعد اول 90 ثانيه من لحظه ما تشوفه. وده اللي بيفصل هو ليه ساعات بنشوف ناس وبنحبها وساعات لا. الاتاتشمنت في المرحله دي بنحس ان احنا منشكحين، بنحس ان انت بتكون فاكر تفاصيل اول يوم انت شفت فيه الشخص اللي انت بتحبه، كمان بتحس ان انت ممكن توصل لمرحله ان انت ادمنت الشخص اللي قدامك ده. اللي بيعمل كده هرمون الدوبامين. الهرمون ده كمان لانه بيتفرز في دماغ الناس اللي بيشربوا كوكايين، وده اللي بيفسر لنا ليه الحب ادمان. كمان بتحس ان انت بتفكر في الشخص اللي قدامك ده كتير قوي، ممكن يوصل لمرحله ان انت تكون موسوس عليه. كمان بتحس ان انت بتكون مودي جدا، يعني ممكن ان شاء الله كل حاجه هتبقى كويسه بعديها بثانيه، طب هو لما بقتش كويسه. اللي بيعمل كده هرمون السيروتونين، اللي للاسف لانه بيكون قليل في دماغ الناس اللي بيحبوا زي ما هو قليل في دماغ الناس اللي عندهم وسواس قهري، وده زي ما قلنا اللي بيفسر ليه بنكون موسوسين على الاشخاص اللي بنحبهم. كمان ضربات قلبك بتزيد زي جاي كده بالظبط، وبتحس ان انت بتلخبط اول ما بتشوف الشخص اللي انت بتحبه، يعني بالظبط كده بتقلب بطه بلدي. طيب كمان في المرحله دي ممكن ما تاكلش كويس، ما تنامش كويس، ما بتشوفش اي عيوب خالص في الشخص اللي قدامك، مرايه الحب عاميه يعني. طب هو ليه ده بيحصل؟ لقينا ان زياده افراز الهرمونات دي بتعطل اماكن في المخ من اهمها مكان مسؤول عن التفكير المنطقي، وده اللي بيفسر هو انت ليه لما بتيجي تشوف حد، ده اللي بيفسر ان انت لما حد يجي يقول لك حاجه عن الشخص اللي انت بتحبه انت ما بتصدقش اي حاجه عنه. نخش بعد كده على الاتاتشمنت، بيبدا يتفرز هرمون الاوكسيتوسين، هرمون الهدوء والامان والاستقرار. طيب استقرينا خلاص؟ العلماء لقوا ان بعد من حوالي سنه ونص لحد اربع سنين من بدايه اي علاقه الجسم بيبدا يتعود على الهرمونات دي، والمخ بيبدا يفرز حاجه اسمها الاندورفينز. الاندورفينز دي بتروح تشغل الاماكن اللي كانت متعطله، وبالتالي مرايه الحب العاميه بتتفتح، ونبدا بقى مرحله ده مش حبيبي ده حد تاني وانت اتغيرت معاه. طب ايه الحل؟ عندي حاجه من اتنين، يا اما الاندورفينز دي تتبدل بحاجه اسمها الفازوبريسن وده هرمون الاخلاص في حاله ان انا شفت العيوب دي وتقبلتها، يا اما انا مش هتقبل العيوب دي وهبدا انسحب وهتبدا تظهر عليا اعراض الانسحاب. طيب برضه ما عرفناش كده مين اللي اكل الجبنه؟ مين المسؤول عن الحب؟ العقل هو المسؤول عن الحب.